السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. حلقتنا اليوم إن شاء الله أن تكون مفيدة. الحقيقة موضوع اليوم راح أتكلم عن تفاهم الأب والأم في الظهور أمام الأولاد. غالبا النساء ضعيفات ومساكين، والرجل مشغول ويجي مضغوط، وتستقبل المرأة وعندها بعض النقص في فيتامين د أو B12 وبعض الاكتئابات وبعض الأمراض والحالات النفسية والدورة الشهرية، مما يسبب أنها تكون عادة غضوبة زعولة شيء ما من هذا الكلام، فتجد بينهما شد. هذا الشد من الأب وهذا الشد من الأم بدون تفاهم مشكلة على الأولاد. يعني قال لي أحدهم: إذا أرادت المرأة أن الأبناء يطلعون صالحين ويحبون أبيهم استطاعت وتعاونت مع الأب، وكانت تقول لأبوهم للأولاد: هذا أبوكم، هذا فعله، هذا تركه، هذا كذا 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 من الأشياء، القيم العليا، فيحبون أباهم الأولاد والبنات. والعكس صحيح، إذا أرادت أن تكره الأبناء في أبوهم وأمهم لأنها هي الأقرب لهم، ولذلك تستطيع أن تملي عليهم أشياء معينة وبقراءة بسيطة فيكره الأبناء أبوهم، وتصبح لديهم انفصالات شخصية وانفصامات في التعامل، ومشاكل لها أول ما لها آخر. نفس الحكاية الأب إذا كان يهين الأم أمام الأولاد، أو يتكلم مع الأولاد ويقول هذه أمكم فعلها تركها، هذه كذا هذه كذا، بدون تفاهم يصير في مشكلة نفسية في نفوس الأولاد، حتى لو كبروا تظل هذه قائمة للأبد. وبناء عليه أرى أن التفاهم بين الأب والأم في وثيقة رسمية، لو كان بيننا مصائب يجب أن لا تظهر، لو كان بيننا مصائب يجب أن أدعمك أمام الأولاد، وأنت يجب أن تدعميني أمام الأولاد، يجب وجوبا عساس نطلع جيل سوي نفسيا وسوي اجتماعيا ويستطيع أنه يتعامل مع مشاكل الحياة. وكم من امرأة صالحة يعني حتى مات زوجها كان تعلق ثوبه في مكان وتضع الفلوس في الجيب، فإذا أراد الأولاد شيء تقول روحوا جيب أبوكم المعلق في المجلس يروحون يأخذون منه، لأن هذا الخير اللي حنا فيه جاي من راتب أبوكم. وبذلك تذكرهم بهذا الأب، شوف يعني تلك المرأة العظيمة، تذكرهم بهذا الأب أن ترى الخير اللي حنا فيه كله بسبب أبوكم، ترى أبوكم يتعب عشان يجيب لقمة العيش، ترى أبوكم هذا شقي عشان يستطيع أن يوفرنا عيشة العيش، ترى أبوكم يهبش في الأرض ويطلع ويواجه مشاكل عساس يعيشنا في عيشة سوية وعيشة ممتازة، ترى أبوكم. ونفس الحكاية بالنسبة للأم، ترى أمكم ما في مثلها، ترى أمكم يعني 90% حقيقة، لكن يجب أن تظهر هذا الظهور أمام الأولاد حتى يكونوا أسوياء. أحببت جدا الخاطرة حول تفاهم الأب والأم أمام الأولاد قدر المستطاع يجب أن يكون جيد.